questo. مش عارفه مش عارفه
متخيلين في 46 سنة ماشي يا جماعه. اسلوب التركيب ده كده يقول لك ايه؟ اسمع كده، ديب لويد نمبر اوف سنجل كروموزوم تحول الى ديب لويد نمبر اوف دبل كروموزوم. ده حصل فين كده؟ في الاس اس اتش ماشي يا جماعه. دي بتيجي هنا من اختصار الدي او تي، ديب لويد ولا دبل؟ دبل. لما كان ديب لويد دبل، ديب لويد نمبر لما كان ديب لويد دبل رقم مضاعف اللي هو ديب لويد ايه؟ ديب لويد ماشي يا جماعه. ومع ذلك في اسلوب تركيب اخر اسمعني عشان مش عايز كده عشان ما بحبش، بس لازم اقول في اسلوب اللي هو ايه؟ يعني ايه ان؟ يعني 23 سنتي، 23 صباع، 23 صباع كتر. ماشي يا جماعه؟ 23 سنتي. الاسلوب اللي عليه ده اسلوب شويه ريسكي، ليه؟ لان ملوش دعوه هو ماسكين في بعض ولا بيعرفوا في بعض، ملوش دعوه، هو بيحب الصباع ولا ماشي يا جماعه؟ يعني كده في كام ان؟ ان 23 يعني، كده في هنا؟ Thank you.
23 سنين. طيب خد 23 وطبقه في ناحيه وطبقه في ناحيه وخلص، انت ممكن تاخد طعمها في ناحيه اهو اهو 23 سنين، وخد طعمها في ناحيه اهو 23 سنين خلاص. ولا ميوزيس 1 ولا ميوزيس 2 ولا ليدر تخزينك ولا حاجه، مش عارف ايه ده. انا مش عارف اذاكر ويوصل ميوزيس 2 ده، مش داخل المكان. ما هي سهله يعني. ولا انا كمان ايه ده؟ انا كنت راجل زي الفل والله. لا الكلام انت بتقدر ما ينفعش. ليه بقى؟ ما ينفعش. اسمع بس انا بقول لك غلط ولا انا بتكلم معاك انا بس انا بقول لك ايه تفكيري العقلي اللي انا مش هديه. لا لا ده ما ينفعش. ما ينفعش ايه؟ هنسمع بعض كده من الاعتراضات التافهه الاعتراضات اللي هي الحقيقيه على فكره لغايه ما اوصل الى الاعتراض الحقيقي. ليه ربنا ما ينفعش يعملها كده؟ معايا ولا؟ اول اعتراض تافه نمره واحد يقول لك المصدر سيلز دي محدوده جوه السيلز والسيلز جوه البيزنس صح؟ فالمصدر سيلز دي طريقه دي ستستهلك بزمن ده بتاع طلب مش اعتراض. طب ما احنا ممكن عشان ما يخلصوش يعني كده مايكروزيس مايكروزيس انت يعني واحد كده لان السيلز ممكن يخلصوا ولا السيلز يخلصوا طب نعمل مايكروزيس يا سلام. فلازم قبل ما ابدا انطلق في المايوزيس لازم قبلها بواسطه ريفرنس سيلز تلاقي في حته سيلز عمال تعمل فيها مايتوزس 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 مظهر سيلز زي كده عمال تعمل مايتوزس مايتوزس عشان ما يخلصوش. معاك؟ وبعد كده بقى بعد ما يعملوا مايتوزس يتحركوا على جنب ورا بعض المنطقه هنعمل ايه؟ لو انطلق نعمل ايه؟ مايتوزس. يجوا كده حته وسطول عاملين في حته ودول عاملين في حته. المظهر سيلز اللي بيعملوا مايتوزس هيبقوا عاملين في مكان في السنين في السيول ثم هيتحركوا شويه كده ويجوا يتحركوا طبعا يستخدموا في السيل عاملين جنب ده والسيل. المهم هيتكلم في كل حاجه فاتحه. هنحركهم كده ليه معايا معاك؟ وبعدين بقى ينطلق يعملوا ايه؟ مايوسس. طب خلاص اعمل بقى اللي انا عايزه. خلاص هو مش هيخلص اول حته عندك. استنى بس. انت دلوقتي السيل الواحد هنا طلعت كام سبرنت؟ اثنين. طب اللي خليه طلعت اربعه مش كده؟ فين؟ طلع اربعه احسن. طب انا كل ما زود سبرنت اكتر احسن. فزود احنا في الترانزيشن. طب كويس جدا. تعمل ايه بقى حضرتك؟ قال لي بص انا قاعد بعمل الحركه انت عايزها ايه؟ هدخل في اس ستيج راجعك شمالي عشان ايه المهم انا مش دول هدخل في ايه؟ في اس ستيج. فلما ادخل في اس ستيج يبقى في كروموزومي كام؟ هتلاقي ده اربع بار ده بقى الدبلت اهو لونه اسود طبعا لونه احمر ده بقى الدبلت لونه ايه؟ احمر. طبعا دول ممثلين عن كروموزومات 23 23 طبقه صح؟ فاصبح كده 46 دبلت. وبعدين بقى افرح هعمل اللي انت كنت عايزه. انت كنت عايز تاخد طبقه في ناحيه وطبقه في ناحيه هعمل كده. هاخد طبقه في ناحيه وطبقه في ناحيه. بس هاخدهم ايه؟ ضغط. معنى الضغط هاخدهم ايه دلوقتي؟ ضغط. فانت الحين كروزوني اصبح كام؟ 23 ضغط. ومعايا بقى انت عايز ضغط يبقى زي كده. فمحتاج ان انا اعمل ديفيجن تاني عشان اسوقهم. صح؟ فايه 23 سن ديفيجن تاني ده هشوف فيه النص كده شوف النص على 300 كان عندنا كل اصبعين واحد. صح؟ دي لو عملت كده بحث كام؟ 23 ايه؟ سن كروموسوم دول 23 اس كروموسوم. ماشي كده؟ اللي خلى فيه مايوزس 1 ومايوزس 2 اللي كان فيه اس ستيج اكتر. لو ما كانش فيه اس ستيج كنت عامل اربعه. بس دي كده وكده خلاص. ماشي يا جماعه؟ فاحنا دخلنا في اس ستيج امتى؟ الكلام ده يسال بقى، دخلنا في الاسئله. اس ستيج تحصل امتى؟ كان مايوسس 1 ولا مايوسس 2؟ كان مايوسس 1. معايا معاك؟ فضل مايوسس 2 في اس ستيج؟ لا مفيش. يقول لك مايوسس 2 يشبه المايكروسس، يشبه مايكروسس واحد. ان احنا هنشق الكروموزوم فنحاول نطلق الاسئله، ده هو الشكل الوحيد الحقيقي. كانوا تاكيد مع بعض. لكن ليه يقول لك مين في دول شبه المايكروزس؟ مايكروزس 2 بحيث انك بتعمل ايه؟ اللي كان بعضنا بنشوفه يبقى ايه؟ سيت. معايا واضح برضه ان في المايكروزس 1 ده يصدق تحضير اس اس تيز وشوفه لسه في حاجه ولا كده في تحضير جامد ده في بروفيس طويل. انما هنا بروفيس فيري شورت مش محتاج بروفيس اصلا بس تعالى كده في بروفيس وانت في سنه في فاتح الكلام ده. فانا بروفيس مرحله تحضيريه اه هنا طويله قوي هنا لا مفيش قصيره جدا.
دي على جهاز. نيجي لوجو جينيسيس ان شاء الله في الفيديو الجاي. شوفوا على خير. فهتلاقي لوجو جينيسيس يحصل ايه؟ نعمل اس اس اتش ونعمل بابليكيشن ونعمل فيس مارتينيشن. ناخد 23 جيجا على ناحيه و 23 جيجا على ناحيه. سن النوم تموت اسمها فيس مولا بودي والثانيه تكمل الله تموتها عشان انت بتعمل اس اس اتش عشان عدد الاخر انا مش هقول عشان عدد. استنى في النهايه نيجي دي بقى نعمل ديليشن. نموت واحدة اسمها سكند مولر بوت واحد كمل معايا الفيلم ده صغير معايا معانا. طب لا احنا ربنا مش عاملين اس اس عشان زود عدد. لا اس اس مش معمول عشان ما معمولش عشان يقول لك عشان نعمل نتيجه الابلكيشن ده حاجه اسمها كروسنج اوفر او باس حاجه اسمها ايه؟ وهيمشي للترتيب انا مش قلت لك سي ما اعرفش حاجه. بص يا جماعه لو احنا كلنا لازم نحاول صح؟ فلو كان هذا المحاور مفيش عندهم ترتيب يعني ايه خدوا الكروموزوم اللي عندهم دول عيالهم زي ما هم كده فتلاقي يعني اولاد هذا المحاور مختلفين طبعا هات الكروموزوم من هنا مع الكروموزوم من هنا ده واحد جديد لكن احفاد هذا المحاور ما لهمش حل. احفاد هذا المحاور هم نصين يا ادم يا حواء اللي نعرفه كمان ايوه عشان الاسم ما ينفعش ادم كده. الحاجه الثانيه انا ما ينفعش اخد الكروموزوم اللي هو كده كبير من هو او ماما ما ينفعش لازم في ترتيب. فيقول لك معلش بس عايزين ايه نتفق على حاجه لازم تقول لك المقدمه في الاول. الكروموزوم ده يحمل جينات صح؟ الكروموزوم هو مثلا يحمل جينات معلش دي وجهه نظر فلسفيه. الكروموزوم ده عباره عن علبه فاشله علبه والعلبه دي فيها خلايا خلايا اسمها جين. الجين مش الصفر الجين مكان الصفر. يقول لك عايز تتكلم على صفر الشعر مثلا يقول لك ايه الجين رقم 2 في الكروموزوم يبقى 2 ده رقم ايه مش عارف عايز تتكلم عن المناخير الجين نمره 18 في الكروموزوم رقم 2 وهكذا معانا معانا. طب عايزين نتخيل هذا هروح اعمل امثله على الواقع معلش ده الكروموزوم بتاع بابا صح؟ والحته اللي فوق بتاعت الشعر ده بتاع مناخير بابا اصلا ومناخيره يلا وبعدين طبعا مشكله اصلا عشان بس تسجل بعد كده ماما مثلا شعرها ناعم ومناخيرها صغيره خلاص؟ تخيل ازاي؟ نفس انت لو كنت بتعمل ده في الكتب في ثانوي عندنا والله في كل الكتب يعملوا لك ايه؟ برجل كده طالع من هنا ومن هنا بيشكلوا بعض ده كده يشكل في نيله الاثنين اللي هو بيشكلوا بعض كده يشكلوا زمايلهم الاثنين اللي هو بس الاثنين اللي هو بس يشكلوا بعض كده وبعدين بقى يبدلوا مع بعض في حته ده ياخد حته حمراء كده وده ياخد ايه؟ حته سودا كده صح كده؟ تيجي تقرا بقى اولا ده سوبر ما حصلش ده واخد ايه؟ حته من بره هي بتاعت ايه؟ مناخير فهو شعره ناعم ومناخيره كبيره يعني لو حط شعره نص شعره كده سجله بقى اصلع ومناخيره ايه؟ صغيره يلبس جوه مناخيره كده ده رقم واحد بقى نتيجه الكلام اللي هو فين؟ طبعا الكلام ده ما بيحصلش امال ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي يحصل بسبب غسيل المايه اللي بيحصل كالاتي بصوا يا جماعه بقى دلوقتي احنا مش بيجوا كده اثنين يسجلوا بعض لا اللي بيحصل ايه؟ مش انا عندي اثنين كروماتيد واثنين كروماتيد ما كل واحد منهم فاضي الاثنين كروماتيد يتزاقوا على بعض بتاع بابا وحمامه دول يتزاقوا على بعض فالكروماتيد ده وده بتاع بابا لازق على بتاع بابا لازق على بعض وده برضه الكروماتيد ده بطوله كله لازق طبعا طوله فوق وتحت بس انا اصبعين كده واحد ماشي يا جماعه فالكروماتيد كله لازق على بعض كل اثنين كروماتيد لازقوا ايه على بعض في حاجه كده بيتزاقوا عليها مش هقول اسمها ماشي يا جماعه فبيتزاقوا على بعض خلاص وبعد ما بيتزاقوا على بعض بقى تقطعها طب القطعه كام جين الله اعلم طيب حضرتك في كام قطعه الله اعلم طب حضرتك انت لما تقطع هتبدل مين وتسيب مين برضه الله اعلم الكلام ده كله عشوائي ما اصل لو كان ليه قانون يعني انا مثلا هبدل النص بالنص طب ما هيرجع له تاني اللي بعدها معايا معا. لو كان في قانون هسيب واحد واحد وواحد هيرجع له تاني برضه مفيش قوانين عشوائي القانون الوحيد اللي موجود ايه؟ مش هما لازم على بعض وانت قطعت ده وده قصاد بعض بتبدلهم بالجنب كده انتوا معايا يا جماعه على قد ما قطعت هنا تقطع في الكامل عشان لما اجي ابدل مفيش جين ينقص بس ده قانون عام طب انت هتقطع كام قطعه والقطعه
عليه كام جين كام جين تطلع كام جين وهتبدل مين وتسيب مين. والله الحاجات دي حاجات عشوائيه بالظبط. طبعا السبعين مش عندي تو كروماتيدز هينزلوا على بعض فدول لما لازقوا على بعض بدلوا الطريقه. طب دول طريقه ثانيه معايا يا جماعه. الناتج بعد ما خلصوا انا بضربها مثلا بايه كاني بالظبط كده جبت علبتين كوتشينا بدال كانوا واقفين بالسلوكات شباب بعض طبعا رحت فاجئكم وعايزين نلعب مع بعضيها بقى واحنا ايه مخلطينهم في بعض مخلطينهم في بعض. وبعد بقى نلعب وخلصنا الدور وخلينا الكلام من ده وبعد كده ايه هنفصل العلبتين تاني الكروت دي هنفصلها تاني عشان نشيلها في العلبه بقى نحافظ على لسه شاريينها ماشي يا جماعه. فانت الكارت اللي انت اخدته وحطيته في العلبه ده انت متاكد الكارت ده كان في العلبه دي في الاول؟ ممكن يكون بتاع التاني ما هو شبه بعض. انتوا معايا يا جماعه؟ ما تقدرش تحلف الحقيقه. فبصراحه كلامك انت انك بتقول لي ايه؟ ان احنا بعد ما نعمل كروسنج اوفر والكياسما ده هتلاقي ان في واحد بتاع بابا اخده في ناحيه وبتاع ماما اخده في ناحيه لا بقى مني. لا هما دخلوا في بعض خالص. اللي هيطلع النتيجه في الاخر ما تقدرش تقول ده بتاع بابا اصلا ولا بتاع ما وصلت بقى ما كل واحد منهم خد حته التاني وحته كتير قوي. فما اقدرش اقول ده بتاع مين. فانا كل اللي هاخده هاخد دبلت في ناحيه. هاخد دبل تاني في ناحيه تقدرش تقول لي بقى بتاع بابا بتاع ماما. ليه ربنا عمل دبليكيشن؟ ليه ما عملناش الكلام ده وزيد؟ يعني كان لازم اعمل تيست ستيج واعمل دبليكيشن عشان اعمل كروس اللغه والكايزا؟ لا بس لما عملت الدبليكيشن ده زودت احتمالات احتمالات جدا. عارف بقى؟ ما اصل انت في الاخر هتشد سبيرم منهم القرعه هو ده اللي هيعمل ايه؟ هيعمل الفايلنج صح؟ احتمال اختلافه دلوقتي اصبح احتمال بشع قوي. صعب جدا انت تروح تبقى صعب جدا واحد في النتيجه في النهايه طبعا كان بيحصل في الجوهم برضه وصعب ان يبقى واحد بني ادم كده شبه جده وخلي المرء سبحان الله لا اختلافات طبعا. اه في حاجات كذا حاجه شبهه بس يعني فيلم من عين كده عين جده سبحان الله يا اخي لكن صوته مختلف عينيه مختلفه وشكله مختلف معايا يا جماعه لازم يكون في اختلافات واضح الكلام؟ المهم ليه عملنا الاس اس تيش؟ عشان الكروسنج اوفر والكايزا. طب بتحصل امتى الاس اس تي بتحصل امتى كروسنج اوفر والكياسما ده؟ وانا بحضر للفيرست مايوتيك ديفيجن. الناس معايا يا جماعه؟ واحنا بنحضر الفيرست مايوتيك ديفيجن المرحله التحضيريه اسمها بروفيز. بروفيز ده بيبقى خمس مراحل مش هطول عليك اقول اساميهم كده مره واحده. هيسمعني بروتين هيسمعني بروتين هيسمعني بروتين دي بروتين فايت ميجز كان في تيم كتير لو تلاحظ احنا مش عايزين التيم ده كله ايه؟ بيبقى لهم مايتوزيس اسمه ايه؟ دماغ وبنيه طيب ايه؟
ايه برضو بس اكل بتعمل اكل مايكروسس ده بيسموه ايه؟ طيب يبقى عندي نوعين مين ومين يا جماعه؟ دارك تايب وبيل تايب تسلسل الاحداث. الواد ساعه ما بيتولد وهو طفل بيبقى عنده دارك تيستس دارك تيستس هم دول السكين سيلز. طب بقول لك مين السكين سيلز؟ السكين فاصل سيليا دارك سيلز ماشي يا جماعه؟ هي دي السكين ايه؟ سيلز الرئيسيه رسمي قوي ليسكي السكين سيلز ماشي الكلام؟ طب لما نوصل للنوم بقى تلاقي الدارك سيلز دول بيعملوا ديفيجنز على انترفيلز متباعده غير منتظمه يعني ما بيعملوش وقت معين بيعملوا في اليوم بيعملوا في الحاجه بس بيعملوا ايه؟ كل دارك سيل عندها كل ديفيجنز يعني هو سأخلي الدارك سيل ديفيجن بتعمل على طول ديفيجن اول ديفيجن طلع فيه نقص يعني عشان الدارك ما يخلصش تاني ديفيجن طلع فيه ايه؟ طلع ايه؟ اخد بقى الاثنين اللي طالعين دول على جنب يقول مجموعه دي وطلع بقى خليفه 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 كتير بقى كذا ديفيجن عشرات الديفيجنز مش محدد الرقم على 23 ولا 30 معانا يعملوا ايه؟ ديفيجنز كتير وبعد ما نستكفي من هذه الديفيجنز لو انتقلوا مع بعض يبقى اسمهم سمير دمونيا طيب طبعا ينفع غيرهم واضح الكلام؟ ودول بقى يبتدوا ان شاء الله لو انتقلوا بس هم عاملين هنا برضه لازم نلفت النظر طيب دي لو معانا محجوزين في منطقه متقطعين ومنتظرين ينطلقوا يعملوا ايه؟ مايوزس يعني بيؤذن لهم يعملوا مايوزس مستنيين وقت انا بسيبهم ليه ناس كده قاعدين عارف انت في المطار خلاص تركب الطياره اول بوردنج خلاص تركب وبيبقوا حزين حزين الناس كده في ناحيه عشان يركبوا ويمشوا في الطياره دول قاعدين ماشي يا جماعه وهم قاعدين ما بيبقوش ساكتين بقى لو يا جماعه قاعدين كده بيجي كده عندنا احنا وضع عاملين كده مضطرين كده ما ينفعش لازم نشتغل فبنعمل حاجه ايه؟ هنا يعملوا مايوزس برضه اثنين ثلاثه مايوزس هم اسمهم سمعت كده طيب كلين دول خلاص ما تعملوا مايوزس ما ينفعش برضه ما كنا بنكتر الزمان جينيس كل ما كتر الاحسن وبعدين اصل كل ما كتر دول ما كل واحد يتعمل اربعه فكل ما كتروا يبقى ايه؟ احسن فبيعملوا كم مايكروسوس هنا الاول قبل ما يكون فين؟ في الاس ايه؟ في الاس بي اذا هنا في مايكروسوس وهنا برضه في مايكروسوس بس مش مقارنه بصراحه هنا في العشرات انما هنا في اثنين او ثلاثه مايكروسوس بالكثير وبعد كده اروح اعمل مطارد اعمل ايه؟ اعمل مايكروسوس قبل ما اعمل مايكروسوس انت بدخل في الاس ستيج الناس اللي معايا لو سمحت كلها لو هتروح حاسبها ادخل في ايه؟ اس ستيج فدبلت 46 دي لما يكون في عندك خليه سبرماتوجينيسيس او اوجينيسيس تركيبها دبلت كروموزوم تسمى سايت يبقى هذه الخليه تسمى سايت سبرمات وسايت ولو هي فوق جينيسيس تسمى اوسايت وهي دي برضه سايت يعني فيها 23 دي فيها دبلت كروموزوم فبرضه اسمها ايه؟ سايت سبرمات وسايت برضه بس دي اسمها برايمري سبرمات وسايت دي اسمها سكندري والفاصل بينهما هو الفيرست بايوتيك ديفيجن ودي اسمها سكندري سبرماتوسايت يجي في الشكل الدكتور يقول لك ايه؟ قول لي يا حبيبي الخلايا فيها رقم الكروموزومز في سبرماتوجينيسيس وفلوجينيسيس يقول لي الدكتور ايه؟ برايمري اثنين بطل السايتس اللي هم مين؟ برايمري وسكندري سبرماتوسايت برايمري وسكندري اوسايت ماشي يا جماعه هو ده الهدف بتاع الدكتور في السؤال هو عايز يقول لك مين هم اللي فيهم بطل الكروموزوم مش هو سايت ماشي يا جماعه طب بعد كده نحن بقى سكندري ديفيجن لما تركيب الكروموزوم كام؟ 23 سنتي ده تركيب الكروموزوم بتاع السبيرم بس هل ده شكل سبيرم؟ لا احنا بنسميه سبيرم مبدئيا بنسميه سبيرماتيد وهنعمل بقى فيه بعد كده مورفولوجيكال تشينجز بشكل ما تشوف سبيرم كده ونكتب كده ما اعرفش ايه ونسمي المرحله دي سبيرم جينيسيس في الاخر هي تغيير الشكل لسه هنتكلم على سنه واحده حضرتك بس دلوقتي في غالي هنصب في ايه؟ اقول لك اسم الخليه تقول لي رقم الكروموزوم يا دكتور ركز معايا لان عايز كل الناس اللي قاعدين قدامي حتى اللي متخرجين في الدوره اشوفهم جوه ماشي يا جماعه طبعا ما كانش بيقول تاني يعني مثلا لو قلت الخليه تركبها 23 دبل كروموزوم اسمها عارف فيرست سكند لو سمحت الاس اس تي حصلت قبل ان واحد فيرست ده لو انا عايز فوق واللي عايز يروح يجيبوها لو عايز هناك يمشي في تسجيل اتفرج عليه ماشي حد يشوف قدامي هنا لا تقعد قدامي وقت سامع كل ما اقول لك اسكت انا في القرار ماشي الكلام ده في ناس بتقاوم بيحاولوا كده بس يعني ايه شديد تعبان خلاص طيب حضرتك بقى احنا بنقسم الاستوماتوجينيسيس دي الى مراحل رئيسيه
الرئيسية حسب العوامل المشتركة. يعني ايه مثلا؟ واحد عنده ديسبلمات وبينس فيها مشاكل دي حاجة من يا إما العرق عن الفيروس العين، يا إما تركيب الكروموزوم كان سبب إصابة وده نادر الحقيقة، يا إما الأسباب شكل غلط. فأنا بنقسم كده إزاي؟ قال لك بص، إحنا أمانين العين عايزين نعالج، فإحنا بنجمع المراحل المتشابهة في مرحلة واحدة كبيرة. أو الدكتور ركز معايا. يعني مثلا مصدر سيلز هنا دول بيعملوا إيه؟ مايكروزس. ماشي الكلام؟ وهنا برضه بيعملوا مايكروزس. وبعدين بيعملوا كل مايكروزس في إس إس إيش وإس إس إيش وشديدة. هنا برضه دي اس اس تي بس هي بعديه اس اس تي مايوز فراح نضربين خط هنا. قلنا كل اللي فوق ده بيتاثر بنفس العوامل، وكل اللي فوق ده اذا كان بايظ ما يمكن ادي العلاج، العلاج ياثر على اي مرحله دول مش على بعض. واضح الكلام؟ وطبعا اي عيب هنا هينتج عنه قله في العالم دول مرض سيلز، فلو اي مرحله واحده كده بقى اربعه كده وهو ما اصلا يجيب كذا ديفيجن ولا لا. فاذا ما عملوش ديفيجن فاللي ما اتعملتش ولا سلاحها شيء هو مضيق. فالعالم ده صح؟ المرحلة دي أخيرها إيه؟ إنك وصلت البرايمري سايت، صح؟ فنسمي هذه المرحلة جميعاً سبرمات وسايتوجينيسيس، يعني هذه المرحلة تنتهي بإني وصلت هدفها إني أعمل سبرماتوسايت، صناعة سبرماتوسايت. واضح الكلام؟ فأنا أول ما وصلت الكلمة سبرماتوسايت المرحلة دي. المرحلة اللي بعدها بقى نعمل لوينسوس 1 ولوينسوس 2 لغاية ما أعمل سبرماتين، صح؟ نروح نجربين خط هنا. قلنا المرحلة دي هنا كده اسمها مايوز، ودي اللي حصل فيها عجيب التغيرات دي فيها تغيير في الكروموزومات، تقلب الكروموزومات غلط كانت تلاحظها معايا ده. المرحلة الثالثة هو وقت الديفيجن خالص، هو بقى في الشكل اللي هو الميتوكوندريال جينيسيس، بنسمي المرحلة الكبيرة دي على بعضها سبير جينيسيس. معايا معايا؟ إذا السبيرمات وجينيسيس تقسم إلى ثلاث مراحل جوه اللي هما إيه؟ السبيرمات وسايتو جينيسيس هي تنتهي إن أنا عملت برايمري سايت ثم مايوزس ثم سبيرميوجينيس. لو سمحت الناس ترد عليا كده. سبيرمات وجينيسيس على العضله تقسم الى ثلاث مراحل. ثم سبيرمات وسبيرميوجينيس مايوزس بعد سبيرميوجينيس. ماشي يا جماعه؟ طب المفروض ان الخلايا دي جميعا ما ليها مواصفات ما تختلفهاش الثلج معناها. كل سيل من دول كام عصر في اللازم عليهم كده. اجمالا كل هذه الخلايا الا اكسبشنز بسيطه منهم كل هذه الخلايا اكتب لي ديفايدنج سيل، طالما هي ديفايدنج سيل يبقى اصلا لازم اوتوماتيك ميزوفيل. لان هي في رايبوزومز ونيوكلياس جوه دي اس بي اوتوماتيك. بس دي حبه خصائص بقى حبه اكسبشنز. يعني مثلا اول واحده اسمها دارك نيوكلياس. فنيوكلياس ودارك نيوكلياس دول نيوكلياس اولا بالنسبه لهم طيب ايه هما الاثنين نيوكلياس اوفر. دي اوفر ودي اوفر. بس دي دارك نيوكلياس ودي بي نيوكلياس. يبقى اشمعنى هي نيوكلياس كويسه؟ دي من احد المميزات ما فيهاش ايه؟ نيوكلورا صح شكلها كده اوفر وخلاص كل شيء خلاص. ماشي يا جماعه؟ بس السن هنا ممكن اسيتوبلازم اسيتوبيك اللي ما هنا ميزوفيل سيتوبلازم ميزوفيل. ليه؟ عشان السيتوبلازم ده اللحم ده بناء في ايه؟ ترايبوسوم الاسيتوبيك برضه. واضح الكلام؟ ده بالنسبه لمين؟ طيب ايه؟ لو سمحت مواصفات السن نيوكلاس مالها الباور مثلا نيوكلاس مالها الباور في السن شكلها اوفر وسيتوبلازم اسيتوبيك. هنا بتكلم عن ايه؟ تقول لي السيتوبلازم بقى ميزوفيلك والنيوكلياس هو برضه بس بي اس بي. ماشي يا جماعه؟ نقدر نقول ديفيجن 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 يبقى مين بقى؟ برضه هنا طيب ايه؟ طب ايه مواصفات طيب ايه؟ معلش تشيل بقى الحاجات الرمزيه دي وتحط شكل النيوكلياس بتاعي. شكل السيل بتاعي. اول واحده هي طيب ايه اللي فوق دي؟ يبقى النيوكلياس بتاعتها بقى راوند دي. وابتدى يبان فيها بقى المنطقه هنا كوندنس كده كده كروتين يبان فيها على بعض اسمها كروتين ونيوكلياس صح. دي مميزات كده. طب ندخل بعد كده فين بقى؟ برايمري كبيرة أوي تبقى خلايا كبيرة أوي. تبقى النيوكلياس بتاعتها واضح جواها كروموزومات تشوفها. شوف خيوط الكروموزومات دي الوحيدة اللي ماشية تشوف الكروموزومات ولا لا. اللي هي نحن في المرحلة دي لسه بنعمل كروس اوفر وكيان، فاحنا عاملين تكنيك الكروموزومز ملزقينهم في بعض عشان نعمل كروس اوفر وايه؟ وكيازمات هنا. وانا بحضر ازمات مواد ايه؟ ماشي يا جماعة؟ تلاقي معلش بقى هنا ملاحظة لازم نتكلم عنها. برايمري سايت دي تقعد لوحدها تكون 20 امال انت لو مشيت مع مش احتمال الضرب دي عمل الديفيجن عمل كتير ضرب زي الاول وبعد كده كل واحده منهم الضرب دي واحده منهم على الاقل هتعمل ايه؟ هتعمل 2 بي. لو انت تبعت بقى ال 2 بي دول من اول ما اتعمل لغايه ما اصابين وقعوا فيه عارف ال 2 بي اللي هنحتاجه هنا دول يعرفوا خليفه كل دول وبعدين يتحركوا
كلهم عيلة واحدة عشان يوصلوا مين؟ دماغهم هنا طيبين، وبعدين بقى يتحركوا كلهم عيلة واحدة عشان يوصلوا مين؟ وبعدين بيمشوا مع بعض، نفس الجيل ده بيمشوا مع بعض. العيال نفس السيلز، احنا قلنا مع بعضينا كده. احنا هي نفس الناس، معايا بيمشوا مع بعض، بيسكتوا من بعض. لغاية ما تلاقي خلاص يا جماعة، عارف الرحلة كلها لغاية ما بالنسبة لنا فعلا قريب في اليوم، تاخد قد ايه؟ تاخد 4 سنين. منهم 22 يوم يا عيال، يا سلام 22 يوم يعني ايه؟ كل ما في قبلها 21 يوم كان يهتمين، وبعدها 21 يوم كان اه خالص مش نفس السن. مش نفس الحاجة. هنا السن دول كانوا بيقولوا هيجر كل يوم واحد، ده يعني مش نفس السن هي ايه؟ وهنا كل يوم السن شغال بيتغير من بعد كده. ما تستقرش على نفس الحال، انما هنا مستقروا على نفس الحال بنفس المرحلة اسمها الرايدر صحيح كل 22 يوم. طب ليه كده يا عم بتقعد كتير قوي كده ليه؟ يقول لك اصل احنا الفيرست والسكند والتكنيشن ما بقوش فرق. يعني السي دي مثلا بتقعد بتعمل تكنيشن هوب هوب بتعمل 4 سنين. عشان كده حتى السكند ليه؟ زي ما انت صعب قوي تشوفه. تقريبا في نفس اليوم او في يوم ونص هتكون وصلت للي بعده. واضح الكلام؟ ده انت السي دي عايزه تحضر السيكوبلازم بتاعها عشان يكفي 4 خلايا. القرار السيكوبلازم زائد انها بتعمل ايه كمان تحضير السيكوبلازم. تعمل كروس الاوبر والقياس ما كانش يقدر تعمل فابريكيشن اصلا كمان شويه فمحتاج وقت عشان المواد تجهز عشان السيركولات تتجهز قد ايه وقت؟ 22 يوم يقول لك ايه؟ زرار جيست سيمي ايه السيمي ايه فصل سيمي؟ ايه الراجل سيمي؟ ذا موست نيوميرس سيمي ايه ذا سيمي ايه فصل سيمي؟ ليز ما توصل يقول لك ليز 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 من ناحية جسم التمبرين من ناحية ناحية اليوم يبدي أموه اسمها سيمينيفا 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 إيه مواصفات البرايمري سايت؟ زرار جيست سيل ذا موست نيورال سيل بريزنت إن ذا ميدل بورشن أوف سيمينيفا سيمينيفا إيه بي أنت ما شاء الله زي ما بقول دايما طالب محترمين جدا فأي حد يجيب بالك أي حاجة بتقول ما شاء الله يعني قلت إيه؟ إت إز زرار جيست سيل بريزنت إن ذا ميدل بورشن مقنعة برضه موجودة كده في النص يعني تحت أو يعني مش ناحية جسم التمبرين مركز موست نيورا دي تبقى 2 بس عشان تبقى مش شايفك يلا دي موست نيورا معانا اصل بص الواحده بتعمل 4 قصدك ايه؟ من قاعد مش فاهم قصدك ايه بص في امثله كتير قوي تخيل معايا مفيش هنا شبك نقط شبك حلو كله مش حاجه مفيش اختراقات ولا حاجه بس نقط فالعربيات مش زحمه في اول الشارع ومش زحمه في اخر الشارع هنا ماشيين وهنا ماشيين مشكلته مين فين؟ محمد عبد الواحد تطلع على النقاط واحد علق على النقاط بيزقوها من على النقاط معانا في امثله كتير تاني رحت مصلحه حكوميه 3 مراحل اول مرحله رحت عند الراجل يمليك الورق الثاني يختم لي ثالث يسلم ورق معرفش رحت عند اليوم دي مباراه اخرت عشان كناش جاوبت عن الثاني اللي هو يختم في عم في الحمام فرفع الرابطه اهو من التفاصيل فالزحمه عند الراجل في الحمام ده بتاخد وقت ماشي يا جماعه اللي بعد كده هو يعني بس كان جاي ياخد منك ورق تمشي ان شاء الله معانا فهنا ما بيخلص كل سبرنت دول بيخلص بيمشي شوف انا واللي قبل كده لا بيعملوا واحد كتير بيتغير شكلهم انما المشكله في ايه؟ هنا كله بيجي هنا يتسجل يقف هنا 22 يوم واضح الكلام؟ فنزال كده نص مليون ونص ايه؟ سيلف ان سيكشن بنتكلم على السيكشن مش عدد فعلا عدد فعلا مدى عيد طبعا سبرنت صح السيكشن دي بقى كتير قدامك برايمري ايه؟ ماشي يا جماعه سكن سبرنت سطر حاجه شفتها احنا قلنا نعمل فيرست وورد ديليشن ورا السكند على طول هوصل امتى؟ في المزيد وقع الديليشن اتغير في شكله يقول لك طول ما هو ماسك السبورتنج سيري اللي جنبه مش ماسك كوري بيسموه سبين ماكين فبس في الاول بيسموه ايرلي وبعد كده بيسموه ايه؟ ليه؟ لما يتساب بقى ويجيني في اليوم اللي يمشي بس ما خلصش بقى او سبين ماكين جوه الاسم الصح بيسموه ايه؟ سبين ماكين قبل ما امسك الرسمه دي خلاص قلنا كل حاجه فيها كده شرحت بصفه عامه في سبين ماكين جينيسيس في ما عدا حاجتين عايز اعرف ازاي ده اتحول ده اللي في الله ماشي يا جماعه بس قبل ما اتوقف الله ان شاء الله لازم اسمع الموضوع كده بسم الله الرحمن الرحيم اول مرحله اسمها تقارب اول مرحله دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ جونيا ناس برمات وجونيا انا سامع ناس بتقول صايد انا كنت بتاعي دلوقتي يا رب أول مرحلة اسمها إيه؟ جولي. أيوة يا جماعة. سبرمات جولي. نصحى لو سمحت. كتبت لكم صورة. فين أعطيهم فين؟ أنا بعرف سبرمات جولي. طيب إيه؟ طيب
طيب ايه في نوعين؟ ريستنج صار اكتف ايه؟ مين الستنسين فيهم؟ مين الستنسين؟ ماشي يا جماعه دي مكتوبه عندك في الكتاب الستنسين ماشي مكتوبه اللي هي بروجينيتور او يعني اكتف الستنسين واسمها فين البروجينيتور؟ لان هي هي شغلتها ايه؟ تزود العدد تخلي تخلي شويه تزود العدد خلاص من البروجينيتور ماشي يا جماعه انا بالستنسين فعليا ايه؟ طاق ماشي يا جماعه المهم بعد كده عندي بقى بعد ما يعملوا ديليشن كتير قوي ينتقلوا على في مكان ما في كومبارتمنت كده هيقعدوا فيها وهقول لك دلوقتي ان شاء الله باذن الله هيوصلوا فبيقعدوا في حته كده اسمها كلها تايب بي عشان ينطلقوا يعملوا مايوسس ماشي يا جماعه اول سيل اسمها ايه؟ سيل دي العيله دي كلها اسمها ايه؟ اسمها جوليا ايه الناس اللي قالت تايب ده يا جماعه مش معقول ترتيب الناس واحد دول ايه؟ جوليا خلاص ترتيبهم كروزون كامل انواعهم ايه؟ طيب ايه؟ طيب ايه؟ ماشي يا جماعه طيب ايه ده في منه نوعين ريسكي وضغط واكتف ريسكي ده اسمه ضغط اكتف اسمه بيه المهم دخلنا في الاستيشن ضربته بقى 46 جي اسمها اكتر سيلز واكبر سيلز مختلف من البورشن تقريبا 20 يوم هي الوحيده اللي تشوف شكل الكروزومات جوه نواه جوه الكروزومات الوحيده اللي تعمل كده بقى مش عارف اعمل ايه بعد كده بقى فيرست مالوك اكتيفيشن نعمل سكن سكن مالوك اكتيفيشن نعمل سكن ثم بعد كده زاد كيمو كروزوم كام؟ 23 لو سمحت الاس اس تي مش تحصل قبل الفيرست ولا السكن مالوك اكتيفيشن؟ كروسنج اوفر وكلازم بيحصل قبل الفيرست ولا السكن؟ قول لي كروسنج اوفر بيحصل فين بالظبط؟ شكل شيء جدا فحاولوا يعملوا تقسيمات على اساس يعني يشوفوا التيل
ظهر امتى وكل امتى وكده. فهنا في مراحل كتير قوي في الاول لسه دي ما ظهرش، في تغيرات بتحصل في الخليه والتيل لسه ما ظهرش، وبعدين بعد كده التيل ظهر وبعدين تزود. فاصبح في حاجات كتير قوي كانت في التيل وكده، ما ينفعش نسمي بناء على التيل. احنا هنسمي بناء على مين؟ الاخ نزول. فهنمشي على حسب مراحل تطور مين؟ طب الاخ نزول اشمعنى لازم الاخ نزول؟ عشان هو التطور بتاعه اكثر دقه. فماشيين التسميات بناء على مراحل تطور مين؟ الاخ نزول. الاخ نزول عباره عن كيس مليان بالفيروس، صح؟ ما انت عايز تعمل بروتينات تطور كيس. لو انت عايز تعمل بروتينات تطور كيس، فانا اول ما صنعتها صنعت كيس كامل. ولو صنعت وراك لازم معايا طلع بنفس الاسم او يعني تفنيش ممكن تفنيش اسمها نوز، ثم طلع جوبات زي ستورج فيزيكلز كده بنسميها اكروزوم انجلانيوز، زي كده سايلوج انجلانيوز حبوب ستورج. فتلاقي اللي حصل المرحله الجايه بقى تلاقي السين اهي دي النواه بتاعتها، كل واحده على فكره النواه بتبقى مور كوندنس، يعني الاول بتبقى شكلها واقع ان انا بقول فيه وبعدين شويه شويه تبقى ايه كوندنس، كل ما انا تسويها كل ما انا كوندنس بقى ايه كوندنس فيه. المهم اول حاجه ملاحظها ان السيتوبلازم ما اعرفه ان البلازما بتكرم وتملى اكياس بتاعه مين؟ بولجي ابريتوس. بولجي ابريتوس ده اللي عامل لنا عبوات اكياس صغيره كده مدوره اللي هي مليانه انزايمز اكروزوم الانزايمز، ماشي يا جماعه؟ فبنسمي هذه الاكياس الاكروزوم جرانيوس، مثلا زي المحمر دي كده هي دي الانزايمز اللي هو اكروزوم جرانيوس. المرحله دي نسميها مرحله اسمها ايه؟ اسمها بولجي فيز. اسمها ايه المرحله دي؟ ايه اللي ملفت للنظر فيها؟ هو بولجي وتلاقي السنتيلوز طبعا وكده كده في سنتيلوز موجود في الخلايا، في اثنين سنتيلوز موجودين تاني يبقى منظرهم هم بيبقوا على ناحيه معينه وخلاص بنفترض ان عايزين ناحيه ان شاء الله يطلع منها كتير، ماشي؟ ايه السؤال ده؟ هم ليه بيبقوا كوندنسد اكتر مع انهم اكتف؟ مين دول؟ النيوكليس. هي هنا لا زالت كلوروفيز، لا زالت بس بقول كل مره هتبقى كوندنسد، هي لا زالت هنا اكتف وهنا في النيوكليس ممكن اشوفها لا زالت هنا كلوروفيز بس بقت كوندنسد اكتر من المرحلة اللي كل ما تبقى كوندنس اكتر لان في الاخر اوصل منظر ده. فاهمين ازاي؟ المرحلة دي اسمها يا جماعة جولجي فيز، ماشي الكلام؟ بعد كده الاقي المنظر تلاقي ادي السيتوبلازم اهو، تلاقي النيوكليس اهي اهي يا ستي لسه في مرض نيوكليس على فكرة ممكن اشوفها بس كل مدى الكروماتين اللي حواليها بيتمات، ماشي يا جماعة؟ وبعدين اللي حصل ابص الاقي بقى حضرتك جولجي اختفى هو خلاص عمل اللي عليه ورغم انه لازم يتشال. وبص لما الكاس اللي هي بتاعت الاكروزوم الجلانيوز اللي كل واحده لوحدها دول لحموا مع بعض، بصراحه الكلام ده بيحصل في اخر جولجي يعني اخر مرحله في جولجي. بص تلاقي ايه الفيزيكلز دي الصغيرين دول كل واحده لوحدها لحموا مع بعض عملوا فيزيكل واحده كبيره كيس واحد كبير فبنسميه اكروزوم الايه؟ فيزيكل. بس تيجي بقى في المرحله اللي جايه اللي هنتكلم عليها دلوقتي تلاقي الاكروزوم الفيزيكل دي لزقت على النص القدماني بتاع النيوكليس بقى الكيس ده عباره عن اكروزوم فيزيكال واحد عباره عن اتعملت ازاي كذا جرانيول لحموا مع بعض اتعمل كيس واحد كبير مليان بقى اكروزوم ايه؟ انزايمز. وزي ما انت شايف ان هو لازق على المواد اللي قدام بعمل زي طاقيه كده على المواد بنسمي المرحله دي كاد بنسمي اكروزوم الكاد بنسمي المرحله دي كاد فيز اسمها ايه؟ وبيحصل ايه كمان في الكاد فيز؟ يقول لك انت عارف اي نيوكلس بيحب النيوكلس ينزل والنيوكلس ينزل في نيوكلس بوظ يقول لك النيوكلس بوظ هي بتتسد تبدا يبقى بوست تقفل مفيش نوكا بوس سواء قدام او ورا. تلاقي بقى عندك هنا ايه؟ ادي سنتيلوزا واحد بالعرض وواحد بالطول عشان هيزرع يطور منه الاثنين لسه الراجل دلوقتي ما زرعش. طب تلاحظ عندي مرحلتين اهو اصلا ما بقاش فيهم تيل فعشان كده بقول لك حكايه ان احنا نمشي مع التيل دي ما كانتش بس ايدي لانه في كذا تغير حصل وما وصلناهوش. فعشان كده انا ماشي مع الطول مين اكثر بالطول ده الاخر هو الخزوم معايا المرحله دي اسمها ايه؟ اسمها كاد في زمان معانا عايزين ناخد ريسك ولا مش عارف تسيبه الشهر بس انا في الفوق ارجع ده بيقول لي انا لسه ما قلتش حاجه ده لسه بسكت اه والله بيقول لي كام ماشي يا جماعه طب بعد كده ابص الاقي شكل الكام دي اتغير بقت ده نظرها في المحاضره ايه ابص الاقي ايه ده وبتاع ايه تلاقي بقى سبحان الله فعلا بقى ابتدى يزرع ايه؟ كيل معايا معاك كده تلاقي بقى النيوكليوس والشكل الاكروزوم اتغير الاكروزوم بقى مات من كده والنيوكليوس ده بتبقى كوندنس نيوكليك التاني بتبقى كوندنس نيوكليك طبعا السيل كل ما بقى اكثر رشاقه فالسيتوبلازم الزياده اللي جمعه على قد كده عشان يعمل كيس اسمه ريزيدوال الكيس المتبقي كيس الزباله اللي انا بعرفه
ماشي يا جماعه؟ بعد كده ان شاء الله هينفصل. انا بس في ملاحظه، ازاي ده بقى كده؟ فبيقول المهم في اللي انا هقوله ده المفروض يتحسب تبع الكروموسوم الاثنين، بس انا هسيبه في الرسمه دي عشان في مكان هنا مفيش مكان. شاف السنتيجول ده بالعرض يطلع منه نص خشب، قلنا 100 مره نص خشب ده يعني ايه؟ معانا الخليه عامله زي الخيمة عشان تنصبها من هناك، نص خشب وحبال. نص الخشب ده عباره عن ايه؟ وكروموسوم والحبال فلانس. بس انا احنا الكلام كل شويه على فكره عشان كده بقول. فالمهم ايه بقى السنتيجول العرض ده؟ يطلع منه كده هاخد نص خشب، يطول ويطول ويطول لغايه ما يوصلوا عند اطراف الكروموسوم الثاني يتسجن فيها. وبعد ما يوصلوا من هنا لهنا بص لما الفلوس الحمر دول يتصالوا. وانا احيانا يتصالوا، فلما يتصالوا يعملوا ايه؟ بيتصالوا هيشيلوا كيس فيروح تانيين الكيس ده كده. انا عندي كده نص خشب ده عمال يكسر وعمال يشيل في الاطراف. فعمال يبني الكيس بتاع الكروموسوم ويدوس على النواحي اللي هتلاقيها. فمهمين قوي. بص الخشب ده اسمه ايه بقى؟ اسمه مانشيتس. اسمه ايه؟ بص الخشب ده احمر اسمه ايه؟ اسمه مانشيتس. عارف المانشيت بتاع الجرايد؟ كلمة مانشيت بتاع الخط. مية. كلمة مانشيت دي يعني ايه؟ خط في الرحلة التالتة. حتة الرحلة التالتة. مش كلام مش حاجة مش هون. ماشي يا جماعة؟ اسمه مين؟ مانشيتس. ماشي يا جماعة؟ أقول لك المانشيتس بيحصلوا في أي مرحلة تقول لي الكروموسوم. فأني محاولة معك أبقى وزومة فأنا مساحة مشكلة عشان أسطل الخط ومضيين فيه أبقى وزومة. ماشي؟ شاهد فشاهد أن فيه يطول أكثر واليوكس كانت ينزل أكثر لغاية ما يبقى مكتوب. ونفس ده كيس الزبالة ده على اسمه كيس الزبالة ده مين يأكلوا بقى؟ بس ده كله يجمع على الصفحة وسيكوليسي إحنا إن شاء الله على وش المفروض. ماشي يا جماعة؟ فالجزيل الرز مين هياكلها؟ يعني اللي هو مش عارف السيكولي اللي هتاكل جزيل ولا ايه؟ يجري التنويه هنا كده الحمد لله خلصنا الاسبيرم وجينيسيس. يجري التنويه فاكر الدارك سيل فاكرها؟ كان بس وراك ايه؟ دنيا فاكرها كروزون كام؟ 6 قلنا الدارك دي تروح عامله كل جزء باربعه، اول واحد تعمل دارك ثاني زيها، ثاني واحد تعمل جزء ماشي كده؟ احيانا بقى الاثنين غير دول بيبقوا ماسكين مع بعض سيتوبلازمك بريدج. ماسكين مع بعض ايه؟ سيتوبلازمك بريدج. في صوره كده انا بجيب لك عليها كمان احسن. هتلاقي العيال بقول لك ماسكين مع بعض ايه؟ سيتوبلازمك بريدج. بصوا كده يا جماعه دول تايب بي سيلز اهو مثلا خليك واحده تايب بي ماسكه مع حته على فكره هنا حته ماسكه كده معاها على فكره بس مش مكمل ومش عارف واحده تانيه كده. بص العيال ماسكين بعض ازاي؟ يعني ادي سين وادي سين ما بينهم في حته لابقه اهي باينه ولا خطا؟ باينه ماشي يا جماعه في حته هنا ماسكين مع بعضين حته اسمها ايه؟ سيتوبلازمك بريدج ده انت عايز تقول لي ايه؟ هو الكلام ده مش بتاع بس هنا في حته شويه ده كان من اول الضغط يعني الضغط خليك اتنين بيج صح؟ الاثنين بيج دول ماسكين مع بعض ايه؟ سيتوبلازمك بريدج وبعدين بقى الاثنين بيج دول بيقولوا لي شغلوا ايه؟ يبقى 4 و8 وهكذا عيالهم كلهم ماسكين مع بعض ايه؟ سيتوبلازمك بريدج زي كلهم ماسكين من بعض ليه؟ عشان لما نيجي نعدي نعدي مع بعضينا بس ممكن نطلع ماشي يا جماعه احنا عيله واحده عشان مفيش واحده اللي هي تكون هما العيال كلهم مع بعض كده كان اسمهم بيز اتحركوا مع بعض يبقى اسمهم اسمهم طيب بي بعد كده اتحركوا مع بعض برايمري سايد بعد كده ليه ازاي؟ طب يوصل جميع المراحل مع بعض ايه اللي خليهم ماشيين مع بعض؟ اللي هم ماشيين مع بعض في الزمن ايه؟ طب يمشوا مع بعض امتى؟ لما يبقوا ماتيوب لما تكون الفصل بعضهم والرزيل دي والهودز اللي هم سابوها ماسكين مع بعض. بس طبعا انا ملوش قيمه ليه؟ لان مين هياكلهم في الاخر؟ هياكلهم في الاخر. ماشي يا جماعه؟ فبينفصلوا امتى؟ ساعه ما يسيبوا السيرتون وهم مكتوب خلاص بقى يقعد واحد يشوف سكته ويرميهم بقى بره واحد. ماشي يا جماعه؟ كده احنا قلنا الاسبرميوجينيسيس لو سمحت عايز اسامي وراح الاسبرميوجينيسيس دي يلا يا جماعه انطروا. جولجي فيز وبعدين جاب فيز وبعدين الكروموسوم اخر واحد اسمها ماتيوريشن اسمها ايه؟ ازاي الكروموسوم بياخد شكل ده؟ عن طريق واحد كنت بقول اسمها مارل شيتس هذه مارل شيتس تقول لك ايه؟ الكروموسوم في مرحله يا جماعه الكروموسوم يبقى لي تركيب الكروموسوم Yeah.
ازاي؟ في عندي هيك شعر صدوع صراحه ما انا اسمع تماما يعني ده الهيك بتاع فيسبوك. بعد كده في عندنا حاجه اسمها نيك حته دي من هنا لهنا كده ده الهيك حته دي نيك صغيره ماشي. بعد كده في عندنا حاجه اسمها ميدل بيس زي كده مثلا. وبعد كده حاجه اسمها برنس بيس طويله قوي. برنس بيس ده بقى ايه الحبل ده برنس بيس تقف فين توصل لك على معانا معاك منين توصل لك على البرنس بيس حاجه طويله قوي ان شاء الله. وبعد ما نوصل هناك تلاقي حاجه اسمها ان بيس في الاخر حاجه اسمها ايه ان بيس فكله ضروري ماشي يا جماعه. فلو سمحت كده نشوف الاطفال علينا الاطفال علينا الهيت طولها 5 سنتيمتر ميدل بيس دي طولها 5 سنتيمتر برنسبل بيس 50 ماشي يا جماعه. فما تجيبش 10 مرات ماشي. لا ده كده في اول مره 14 طولت شويه من اقرب اصلا طلع يا جماعه 55 ماشي يا جماعه. سهل الهيت كام؟ ميدل بيس 5 برنسبل. طب فاضل النيك النيك هيبقى بتاع صغير ولا حلو؟ وفاضل الايه دي بيس اللي في الاخر لو انت في الاخر خالص هيبقى في حته كده في الاخر خالص اسمها جنب بيس. دول قد ايه؟ دي 2 من 3 ودي 2 من 3 برضه. 2 من 3 5 ماشي يا جماعه كله 5 ماشي الكلام؟ طب طبعا حكايه البيس دي موجوده بيس اوفتين يعني ميدل بيس برنسبل بيس جنب بيس اوفتين المفروض اسمها كده. ولو جينا عندنا في الكتب بيعتبروا ان ميدل بيس عندنا في الكتب هنا بيعتبروا ان دي حاجه لوحدها غير غير كده قلنا حاجه تانيه ماشي يا جماعه. طيب عايزين بقى نشوف ترتيب كل حاجه ايه. يلا احنا قلنا ترتيب الهيت والنك في عندنا كروموزوم كام شكلها يو شيب كونسيشن هي عباره عن ساك اساسا على فكره لكنه قطاع كونسيشن شكلها عامل زي كده قرص يو شيب. وبعدين في عندك ايه دول اسمها كونزين سنجيب للوحدات. وبعدين عندك المفروض مبدئيا يبقى في 2 سنتيلونز مبدئيا تعرف اي سنتيلونز موجود وخليها بيجروا على بعض واحد بالعرض واحد بالطول. فهو كده لازم بين ايه واحد بالعرض واقف كده عشان تاخد كونسيشن واحد بالطول واقف كده عشان تاخد بالطول ماشي يا جماعه. وبعدين بقى اللي هو الطول ده هيزرع منه الكيل يزرع منه يا جماعه الكيل. طبعا الكيل ده عباره عن فلاجيلا فلاجيلا هم رسمي هو الكيل ده فلاجيلا صوب وباب واحد ماشي. والفلاجيلا عباره عن لونج سيليا. هل انت فاكر ترتيب السيليا؟ لا طبعا انا عايز افكرك لو انا عندي خليه فاكرين ماقفش لو انا عندي ايه خليه طالع منها سيليا الجزء الظاهر خارج الخليه اسمه شاف او لاتونين. انت بتحب شاف احنا بنقراها حكيت على الزومين قول لي يا صلاح هات الزومين وهي حاجه سهله قوي هات زوم في مره هات زومين ماشي يا جماعه. طب فاللي بعد اسمه ايه؟ هات زومين. وبعدين في عندك بقى جوه هنا اصلا اتزرع اسمها بيزا البطن بيزا بقى في كات سيكشن يطلع تركيبه وتركيب سنتريول هو عباره عن سنتريول اصلا هو كان 9 حيزه من الماكرو كل حيزه فيها 3 ماين كريبتس وفاكو ايه كيلوز. انا ما يهمنيش بيزا بقى دي اول تركيبها يعني يهمني قوي هو تركيب لاكريبتس. انت عندك 9 حيزه كان كل واحد فيها 3 سنتريول اللي بيحصل ايه الاثنين اللي جوه واحده تطلع كات سيكشن كده في الاسولين ده كانت عندك ايه ماين دوبلتس اوف مايكرو تيوبيولز ما كانتش ورا من 9 زي ما انت عارف ماين دابلز في مايكرو تيوبولز اند تو سنجلز في مايكرو تيوبولز. تو سنجلز اتعملوا فين؟ اتعملوا بعد السنتريول هنا اتعملوا تو سنجلز والمحور في النص. فتركيب الاكزونين ايه؟ بنسميه اكزونين ستراكشر. ايه بقى؟ ماين دابلز اند تو سنجلز اوف مايكرو تيوبولز بص خشب ولا اكمال؟ بص خشب. والحركه بتاعتهم معتمده على ايه؟ على رجلين بتطلع كده اسمها داينين اورنس. صوابع تطلع من ده على ده بتمشي من كل ضغط على الثاني اسمها ايه الصوابع دي؟ باينين ارمز. تعالى معاك التركيب اللي انا قلته ده هو الهيكل بتاع السيليا. لو سمحت تاني لاخر مره ناين دابلتس كانت تو سيجلتس اوف مايكرو تيوبولز وهم معتمدين في الحركه بتاعتهم على باينين ارمز. طب الكلام ده بقى بتاع السيليا. طب السيليا لما بتبقى تبقى فلاجيلا زي التيل ده بتبقى كده ناس معايا يا جماعه. فانا بقطع سيكشن في الميدل بيس بقطع سيكشن في البرنسبل بيس بقطع سيكشن في الاند بيس كل واحد من دول ادي الميمبرين بتاعه اهو. طبعا
Okay.
نيملي الستراكشر النيل عنده كل كاربوجينيا حوالين تستس وحوالين الكبرى بتاعت
حوالين الديسس، حوالين الاوفرنج، حوالين الديسس، حوالين الكوره الخبيثه. ماشي. طيب مين معنى الكلمه الكبسوله اللي اسمها فيوكارجينيا؟ ده في جزء خلفي منها بوستيرو ايد كارباك وفيوكارجينيا بتكون دنسيت بنحرز الفرز كتير قوي بنسميه ميديا سباينال ديسس. بنسميه ايه؟ ميديا سباينال. بنسميه ميديا سباينال دي انت عارف الحته اللي داخله منها ديسس بتخرج منها ضغط وبتاع بنسميها يا اما هايلاند يا اما ميديا سباينال دي بنسميها ايه؟ ميديا سباينال. وراضيتي من فوق ميديا سباينال انتربتد انكونجريت سيكشن. راضيتي من كده فتقسم التستس الى انكونجريت ريوز. تستس از ديفايد ان انكونجريت ريوز باي انكونجريت سيكشن. بمعنى ان الفص ده والفص ده اللحم بتاعهم الاثنين واصل مع بعض لان السيبتوم مش كامل. طبعا شكل كل الوجود من دول بيقول لك شكله جرام ده مثلا شكله عامل زي كده شويه ان انا في سنتر طالعين منه كلنا وراضيين صح؟ فشكل كل خطوه من دول مثلثه شويه. انا لو انطلق واكمل في الميول لا لسه في كراسيل ثانيه غير الفيوكارجين بس كراسيل اقل في الاهميه. ايه بقى؟ يقول لك في حضرتك انفجريشن كده بينزل من الابدومين الكامل. طبعا احنا ما خدناش ابدومين وما خدناش الوان الكامل المهم فالابدومين اللي بطلع للكامل عارف؟ في الانتيرو ابدومين البول من قدام كده بقى في ماسوره كده في الانتيرو ابدومين البول حته في وسط البول عباره عن كنال بنسميها ايه؟ وان الكنال اسمها ايه؟ ليه بنعدي منها اي حاجه عايزين نوديها للتستس او للسقوطه يعني او ادخلها تاني للتستس ماشي الكلام؟ يقول لك في انفجريشن بينزل من الساك اسمها بيكتيريا ساك يمشي في الوان الايه؟ كنال ويروح جاي نافذ حوالين التستس كده فده كيس من البريتونيا. الكيس ده مشهور ان هو مغلق ما فيهوش حاجه بيسموه تركا فاجينيس اسمه ايه؟ هذا الكيس يملأ في حالتين غير طبيعيتين ساعة الولادة وقت يتولد عنده كيس ده مليان ميه منفوخ بالميه فبنسميها هايدروسيل حركة اسمها ايه؟ هايدروسيل. طب دي خطيرة الأول وقت كام يوم مش هتلاقيها ما تخافش مفيش حاجة كده الميه كلها بتبص على الطبيعي اللي ترجع تركا فاجينيس فاضية. طب ممكن تملأ مجموعة كبيرة بقى دي حاجة اسمها أوبيت الواين الهرمي حاجة اسمها ايه؟ يعني ايه اوبيت الواين الهرمي؟ يعني في اتجاه حصل في لوب من التستين مش اوبليك جوه الكنال يعني داخل جوه الكنال بس مش اوبليك اصلا فهو يمشي جواها هتلاقي في لوب من الانتستين داخل جوه الكنال اسمها جوانا الكنال ومش جوه الكيس ده. فطبعا اللوب دوت مبني دلوقتي مش كويس ممكن يحصل عليه غبيه المهم يعني ممكن في لوب من الانتستين يدخل هنا لا بس دي حاجه حراريه اسمها اوبليك جوانا الكنال ماشي يا جماعه في التاني خلاص دي اسمها تقول ايه؟ طب من جوه بقى في عندك جوه كلمه التيشو اللي هي بتطلع من الفيلم الاندوجينيا بيبقى فيها مليانه روب ديست فيسموا الطبقه اللي انتوا التيشو الماسكولار ده بيسموها تيوريكا فاسكولوزا او سكولاريس اسمها ايه؟ تيوريكا فاسكولوزا او سكولاريس كده مش كده من بره جوه احنا تيوريكا ثلاثه ده اسامي اول واحد اندوجينيا وبعدين فاسكولاريس ماشي يا جماعه؟ طب مين فيهم مهم بقى؟ انت اندوجينيا طبعا يعني اهم واحده فيه طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ نيجي نتفرج بقى جوه الوجود ده عشان لو شغال ده عشان مش عايزها مش مهم جوه الوجود ده كان في كولينت تيشو وجوه الكولينت تيشو ده في قلبين ماشيه كده كونفيوتد القلبين دي اسمها سيمي نيفراس تيوبوز قلبين ماشيه كده اسمها يا جماعه سيمي نيفراس تيوبوز ابوها دي اسمها سيمي نيفراس ابوها كمان هنا مثلا اسمها سيمي نيفراس ايه تيوبوز. طب جوه كل الوجود في كام سيمي نيفراس تيوبوز؟ من واحد لاربعه. طب الواحد جوه قد ايه؟ حوالي نص متر 50 سم لو فردتها. طب فانت هنا عندك جوه الفص الاحمر ده في سيمريفاس في جوه الفص الاحمر ده برضه في سيمريفاس ايه؟ في جوه. طب الحته الفاضيه اللي حواليه دي فيها ايه؟ فيها كونكتيف تيشو. بنسميه كونكتيف انترستيشن، استيشن انترستيشن. ماشي يا جماعه؟ احنا بنسميه ايه انترستيشن؟ بصوا يا جماعه دايما بنسمي انترستيشن ده لما يكون في كونكتيف تيشو جاي ايه؟ جوه على كده بس يعني زي كده كده برضه كونكتيف انترستيشن بيقدر ده معناه قليل مش كتير. معايا يا جماعه؟ فالانترستيشن ده اه قليل بس مهم قوي ليه؟ عشان هيقع فيه سيلز اسمها انترستيشن سيلز هي اللي طلعت اسمه استرو خطيره مهمه جدا. طب اخد بقى سيكشن والله ايه اللي كانت الجهاز سيكشن بتاعك اخده كده اخده كده اخده من اي ناحيه ايه اللي هتلاقيه هو هقطع سيلز في دوس وكل التيشو ما بينهم صح؟ فانا اللي هرسم هرسم سيلز في دوس كده جهاز سيكشن ماشي يا جماعه ادي مثلا ادي سيلز في دوس ايه؟ اي واحده كمان حته كمان واحده ثانيه اي حته من واحده ثانيه ما بينهم هنا في كونت شو سوبر ستيش ده انا عايز اركز معايا خلاص انا بس هنزل دي تحت شويه عشان ايه يبقى في مساحه احسن كده انا عايز متخيل المنظر ماشي ازاي؟ دي تيوبيول راح بالظبط ماشي كده
ده ليه ايه؟ دي الخط الاحمر ده مين؟ جسمين مين ده؟ ماشي الكلام؟ طيب الكونكتيف تيشو والبرستيشن ده في ثلاث حاجات عايز افصلها. نمره واحد في اللي هو الكاليجاس. دي انواع مختلفه بس ممكن نقول اغلبها في ستريت دوز ده. ليه؟ عشان جنبها بيبقى في الاندوكراين سيلز اسمها انترستيشن سيلز صغيره. بيبقى طالع ايه؟ تستوستيرون. ثالث حاجه موجوده هنا حوالين السيمي نفرس في الجوز دي بيبقى في حفل سموث ماسل لايك سيلز. اسمها مايويد سيلز. اسمها ايه؟ مايويد سيلز. بتاكل ايه؟ تيشو سيلز اصلا بس شبه السموث ماسل. ماشي يا جماعه؟ اسمها مايويد سيلز دي بتعمل ايه؟ شغلتها تعمل ايه؟ تعمل كونتراكشن وتحرك السبرم. والله مش السبرم دي كلمه يتحرك كوف. لا هو لسه معمول كده بس مش هيتحرك. لما يطلع على التيست يروح للليرمس ينادي على اللي بيتحرك السبرم. ماشي يا جماعه؟ فاحنا عشان نحركه نعمل سكويزنج من بره كده بالمصل دي او بالسموث مصل لايك سيلز دي اسمها مايويد سيلز. ماشي؟ معلش عايز ابدا كده عندك ثلاث حاجات. المهم سيلز خلص كلام كبير بس خلص كلام فاضل مين؟ انترستيشن سيلز مخلص كلام لسه فيها كلام. الانترستيشن سيلز الباين دي عباره عن ستيرويد فورمنج سيل صح؟ اي ستيرويد فورمنج سيل لها مواصفات الكترون وال ما هي هذه المواصفات؟ الالكترون كل ثلاث حاجات تلاقي السيت مليان سموث اندوبلازم عشان عايز اعمل ايه في التغذيه وهذا هو اللي هو مسؤول عنه. ثم تلاقي ميتوكوندريا ويست فيوكيولار بريست دي علامه مهمه جدا لازم الاقي ايه؟ ميتوكوندريا ويست فيوكيولار بريست نمره ثلاثه الاقي ايه الهرمونز. اي ستيرويد فورمنج سيل الاقي فيها سموث اندوبلازم ميتوكوندريا ويست فيوكيولار بريست وفات هرمونز. ماشي الكلام؟ وقال لي الأقصى تاني ممكن تتزوج. حبة جولجي يا رب ما تمنعش. وقال لي مش بيبني. لا إنما اللي أنا عايزه إيه هو الكلام. ماشي الكلام؟ تيجي بقى من لايف مايكروسكوب تلاقي سيكولاية لونهم إيه؟ أحمر وبكتيري. إيه البكتيري الأحمر ليه؟ عشان بشر في كتير أوي سموس وفي كتير أوي مايكروسكوب. طب ليه بكتيري؟ عشان في فات ممكن في الفريق. وتلاقي دايما الانترستيشن سيلز وفي اللي جنبهم بيبقى معمول في كلاسترز كده في اكوان قريبين من الكاميرا ماشي الكلام؟ لو سمحت تقول مش شغال الانترستيشن هرمون بينزل من مناطق فوق سيلز اسمه انترستيشن سيلز ستيمولينج هرمون اللي هو عند الست اسمه ايه؟ نفس الهرمون بس عند الراجل ما اسمهوش كده ما اسمهوش كده اسمه ايه؟ اي سي سيلز ينزل هنا فتروح السيلز يطلع على ايه؟ تستوستيرون الدم الدم يعني دي كمية تستوستيرون والدم ده هيصاب يعني البيتوتري فانا اقول لك الخوف قاعده في البيتوتري جالي دم فيه تستوستيرون كتير خلاص مش هنزل على سي اس اتش بقى معايا معايا. طب احنا الحمد لله خلصنا الكلام على انتر ايه؟ انترستيشن. ندخل بقى في الكلام الثاني سيمي نفرس فيو احنا خلصنا قبلها الحقيقه سيمي نفرس فيو بطريقه اسمها سيمي نفرس فيزيليا وده عباره عن نوعين من الخلايا زرماتوجينيك سيلز وسيلتوني سيلز واحنا خلصنا كلام زرماتوجينيك تقريبا عايز اتكلم على مين بقى؟ سيرتوني. سيرتوني سيلز دي شكلها انا بنسميهم دول اربعه هو سيرتوني سيلز. ماشي ولا ايه؟ معايا؟ لا مش معايا طبعا. اللي شكلهم كولاندا او جامد دول هم دول سيرتوني ايه؟ سيرتوني سيلز. ويعني التنويم كل ما بشرح السيرتوني. سيرتوني مراية. وانا بذاكر حاجه كده عارف الواحد بيمشي بيحب حاجات وبيقرا حاجات المراية مثلا كل الناس عارفه الاسم ده جميل قوي ماشي. السيرتوني دي انا معلش لما جيت عملت لازم احكي حدوته انا لما عملت الماجستير بتاعي كان عن الماكوجينيكس فقعدت اذاكر بقى الماكوجينيكس والسيرتوني وبتاع وكده فاهم ازاي رؤيتي للسيرتوني احساسي للسيرتوني قبل الدراسه دي حاجه وبعد الدراسه دي حاجه ثانيه انا خرجتش احبها عارف؟ طب تاني شخص كده ما تتجوزش. سيرتوني سيل فظيعه. شوف دلوقتي. سيرتوني سيل دي صفاتها ايه؟ بيقول لك كورنر اور بلانتين كان فاضي. سيتوبلازم بتاعها هي سيتوبلازم. وطالما هي ميل الناس بقى بتخاف. يقول لك ايه اسيوفيل؟ ايه بالظبط؟ ما هي ميل بقى كل واحد بيقول له عايزه. فاهم ازاي؟ انت قول لي اسكت. حتى في الكتاب كاتبها كده كانت واخده صح. ليه؟ احنا ما نعرفش استوبيك ولا ايه؟ ولا مش نوبه فاكر. نيوكليس بتاعتها خرافي. ايه بقى؟ دول كده اسمها ايه؟ لارج وايرينور واوبن فيس. لارج ما نعرفش شكلها ده
رسمة مثلثة كده وفي حتة مجمعة عشان أعطيك إنها لارج. أولا المثلثة مش مربعة أهو، في حتة من جنب كده بتاع جنب. لارج لارج يعني. وهي فيجوال بس. وإيه ويوك اسمها كومن إيه؟ كومن. نيجي بقى نتكلم على الاسم الماكروجينيك سيلز ونحطهم في مكان. هو أول اسم الماكروجينيك سيلز كان موجود. اسمهم إيه؟ جونيا. حوالنا. الجونيا دي قاعدة فين؟ قاعدة هنا. هنا فين؟ تحت السيكتور. وكومبارتمنتس كده تحت الدي سيكتور هي وتحتها. تلاقي كده تحت السيكتور هنا في سيلز مثلا نفترض دول دارك دول ميكروفونيا يوكا بتاعتهم هما اللي دارك اهو. ده طيب ايه طبعا؟ ودي بقى بي طيب ايه؟ كان يوكا بتاعتها اوفر برضه بس لونها ايه؟ فاتح. دول قاعدين فين؟ تحت السيكتور طيب ايه قاعدين تحت السيكتور. طيب دول بقى هيتركوا وصول ميكروفونيا طيب ايه؟ يقعدوا فين؟ يقعدوا فين؟ بين السيكتور. كان يوكا بتاعتهم بقى بين الاوبن فيس وبين فيها الكلورس شكلها لوند دول طيب ايه؟ ما بين السيكتور مش تحت. طبعا مين اللي خدهم جمع من هنا لهنا؟ مامتهم الله يعيالي ما كناش شغالين ماشي يا جماعه؟ دي اسمها ميكروفونيا طيب ايه؟ وطلعوا من فوق بقى احنا هنفرق بينهم وبين الريوت. فهي اسمها برايمري سايت. قال البرايمري سايت يا عم انت كان يوم اسبوعين رسوم فيها ايه؟ كروموزومات. خدود الكروموزومات بقى في البعض. بعد كده بقى نعمل ايه؟ سكند سبايك ولو قلنا ما نلحقش نشوفها. ثم بعد كده نعمل سبيرماتيد ار بي سوبريت. بعدين لما يترمي بقى هو هنا بس ماشي بس ماشي كده. المهم احنا قلنا الكلام ده خلاص بقى انا عايز بس يكون تعمل ايه؟ يعني ايه فانكشن بتاعت السيكتور؟ تعمل ايه بقى؟ اولا ان انت واحد يقول لك السيكتور السيكتور بتفرز هو اليوم هنا في يوم اسمه السيكوفيل اسمه ايه؟ السيكوفيل يقول لك ريش الكترولايتس والنوتكاس والبوسكا جلانتس حاجات بتساعد على الانفليشن بتاع السيكتور ماشي يا جماعه؟ تاني حاجه بتعملها السيكتور الناس تركز معايا اصلا تاني حاجه بتعملها السيكتور بتعمل الانفليشن اسمها ميكانيكي يعني ايه؟ بتحركه ايه اللي بيحركني من هنا لهنا من هنا لهنا بطلعه من فوق بمسكه ايه اللي بيحركني وزي ما هقول لك في فانكشن كده قدام شويه انها بتاكل ايه؟ كل الفانكشنز اللي قلتها ليكم واللي جايينكم الفانكشن اللي جايه بقى دي رايح بسم الله الرحمن الرحيم حاجه اسمها بلوك تيست ستايل حاجه ايه؟ ده بيجي اهم حاجه بص انا لو خلصت الستور كده خلصت اللي انا عايزه انت بقى كل اقول لك انا هعمل فايل كتير معاك ده اللي انا عايزه ده اهم حاجه سيكتوري سيل بلوك تيست سباير بتاعها معمول في ايه؟ انا اتفرج على حصل ايه؟ يقول لك ايه؟ بلوك تيست سباير مسحوب من بره تايت جنكشن بتوين سيكتوري سيل بروسيسز ويتش سيبريت سبيرماتوجونيا فروم لايبروسايت تاني كده شايف البروسيس دي؟ العمل والعمل ماسكين مع بعض تايت ايه؟ فالبارير اللي موجود في البقره الثاني عباره عن ايه؟ البلوك تيست سباير is formed by tight junction between sertoli cell processes which separate spermatogonia from primary site. اتفضل يا ابني عشان تضحكوني. Tight junction between sertoli cell processes. Block this is formed by tight junction between sertoli cell processes which separate gonia from site. طبعا الصوابع اللي طالعه دي مش صوابع ده رفوف بعدين ده رف ده مسك في ده ده مسك في ده عمل طلق ده ما يشغل الخيال انا سيبتون في جنب سيبتون ده واحد سيبتون ده واحد كل واحده دي طلع رف حواليها دي ماشي يجي لي هنا طلع رف حواليها دي برضه طلعت رف رفوف لحم مع بعض ومعانا فعمليه الطبق من الدعايه ماسكه بعض فدي اسئله الهواء على الاوضه هنا الجوف فوق وتحت زرنا عملت كده سقف في النص فانا كده قسمت السيم نفرس اللي سيكن ده الى جونين دول تحتين تحتين هنا ده اللي هو يحتوي على ايه؟ على جونيا اللي بيسموها ايه؟ بيزل كومباتو بيزل كومباتو في بقى فوقين تحت اليوم ده فاسمه اد يوميا من ورا اليوم اد يوميا كومباتو فلو سمحت كده تاني ايه كلامك على الرابط السيمبلير تايل جونشن between sertoli cell processes سمعيني يا جماعه which is separated from primary sites وهذا البارير dividing seminiferous vesicle into two compartments
قايله ايه في ثلاث اسئله المفروض انها تتبادر الى ذهن بالنسبه للطالب ولم يتبادر غيرها في جرب. اول سؤال انت خايف من ايه؟ الدرب ده معمول عشان خايف من حاجه بلاد تيست سباير، يبقى انت في حاجه في الدم مضايقاك فخايف منها انها تبوظ الخلايا الام فروح تحافظ ده ربنا يحط ايه ده. طب ايا كان الشيء اللي انت خايف منه ده انت مش خايف على الجنيه العلم بقى الجنيه دي لو باظت من ورا مش هيبان ليه الامهات يا حاجه تانية مش دي هتترقى ولا هتترقى ازاي؟ هما دول ثلاث اسئله مش معانا سامعيني؟ خايف من ايه؟ في كلام نقص الدور الاول توكسن مش عارف في اي حاجه انا مش بعرف لكن انا خايف من ايه اساسا؟ نمره واحد خايف من حاجه اسمها اوتو ميون ريأكشن. اسمها ايه؟ اوتو ميون ريأكشن. يقول لك لو في خليه مناعه دخلت جوه شفت الخلايا اللي جوه دول هتاكلهم. خلهم ازاي؟ هو مش بيكون عضلات اوتو ميون عشان كده تاكلهم. ما هو انا بقول لك يعني لو مش بيكون عضلات اوتو ميون خلهم ازاي يعني؟ لو ما عادش خلايا تحط نفسك مكاني انا كخليه مناعه ما اعرفهاش ازاي؟ انا بعرف في خلايا بتاعتي لو فتحتي مين نسيت الكوت اللي عليها ساكت حضرتك او صوت المرض بس ايه؟ ده بتاع اللي هو الناس اللي في ده بيتوضب علشان عليه سيرفس من بره مثلا تنزل في زون الفيروس فعلى السيرفس بتاعه من بره في حاجات يعني لما في خلايا كده جسم عليها ريسيرش في زون الفيروس فانا كخليه مناعه عماله تسع في الجسم طول العمر بشوف تعمل ريسيرش بتاع زون ايه؟ الفيروس. اجي هنا ادخل جوه الاقي في خلايا عليها من بره سيرفس غريبه مين دي؟ اروح اقلع؟ فانا هدخل على الخلايا دي اروح اقلع ليه عليها سيرفس ماركرز طب ده حته ثانيه يا اخي اقصدي برضه حاجه ثانيه دقه على عامه تحط هناك شكل السيل كود معتمد على عدد الكروموزوم طول ما انت عندك 46 كروموزوم شكل السيل كود معقول ومظبوط ده تعرف ضغط السن مش فارقه معايا هو 46 معانا جوه بقى في 23 كتير بدا من اول سكن 23 دي 23 فاكيد السيل كود بتغير غير كمان اقول لك جوه هنا بنضيف عليها بنشوف بوزيتيف لما كانتش موجوده صح؟ فرق الخليج من على دخلت جوه هات من جوه العصور من عند الشعب عشان غير فنعمل ايه؟ ربنا حط لي ايه؟ ايوه هل انا خايف على جوني؟ لا فازاي جوني يا رب؟ وهيطلب سؤال بدل ما كنت بتقول لي انت مش خايف على جوني وكنت عايز ابرر لها هتلاقي الطالب بيسال يقول لي ايه؟ طب ما دي فيها 46 ضرب 46 يعني اهو صح؟ يعني مش خايف عليه حط البرق بعدها لا بقى امان بكره حط البرق لا امان عايز حاجه تأمين خلاص هو البني ادم كده ماشي. طيب انا قلنا اول سؤال انت خايف من ايه؟ قلت له من روح الفورس. ثاني سؤال انت خايف على الدنيا؟ لا ماشي يا جماعه في بس معلومه انا اقول ثاني سؤال هل في وظيفه ثانيه على قصه البرق كده؟ ان هو بيحافظ جوه هنا على لوكال اي كونسنتريشن اوف ديستوستيرون ده مهم جدا وده انا بقول لسه في عامل اخر بيساعد على كده انا برمي ديستوستيرون جوه لازم عشان اعمل ماتيوريشن بالذات اخر مراحل هي تغيير الشكل تغيير الشكل بتاع السبير ماتيل عشان الماتيل السبير ده محتاج اي كونسنتريشن اوف ديستوستيرون لو بتعمل بره واحنا عايزينه فين مش عايزينه في طبقات السفلى اللي تحت احنا عايزينه هنا فربنا حط البارد ده عشان كده عشان نحافظ على الديستوستيرون ده قاعد هنا معايا يا جماعه عشان احنا عايزين المراحل الاخرانيه اللي هي محتاجه تسوي ايه؟ السيرو ماشي الكلام؟ المهم نرجع للموضوع ايه السؤال الثالث هنعدي ازاي؟ يعني ازاي دي هتترقى ازاي؟ ماشي يا جماعه؟ وبص معايا كده عشان تنسوا تحركها واشك انك تشوفها في الدنيا الحمد لله ممكن يوصل ماشي؟ ايه اللي بيحصل؟ اولا احنا بننتظر لغايه اما الوظيفه بتاعت البرايمري سايت تصبح شغاله يعني البرايمري سايت اللي عندك كلهم خلصوا 22 يوم بس مو سكن فالاوضه بتاعت البرايم بلسات دي بقت فاضيه. فعايزين نلاقي الالتزامات الجويه دي تحت ونخليهم برايم ايه؟ صارت. فايه اللي بيحصل؟ طبعا هي الدراعات الحمراء دي دراعات خشب ورق فاهم مثلا؟ لا وهي سيتوتي سيكوسيس الثقيل عليهم سيتوتي سيك السيتولازم تحت فهيتحرك من فوق يطلع من فوق. كان المنظر ايه؟ بتاع البروسيس دي بدل ما هي كده لا تتحرك من فوق كده. ولا زال طبعا احنا مع بعضها ايه؟ طيب جمش وبعدين بقى اللي تحت دول نحركهم فوق ومسموح انك تقول طيب دي نحركهم ليه؟ وبعدين تلاقي في دراعات جديده اتعملت تحت هنا في دراعات جديده هنعمل اهو وهيلحموا مع بعض طيب
دكتور مطلعين صباعين قصاد بعض مش صباعين رافين ومفروض كده بس انا عشان صوابي بس انا عارف دي من فوق حته فوق دي فايه اللي هيحصل دول يطلعوا فوق كده ويطلع رجلين من تحت معايا يا جماعه الرجلين دول دول مين اللي عملهم؟ الدكتور ياخدوا اللي تحت دول مسؤولين فاتوا دول يعني ايه ويطلعوا بيهم ويحموا مع بعض نفتح كده تاني كده طلعت كنت واخد دول طلعتهم وقفلت عليهم وقفت فاتح فوق وهكذا بقى بيبدلوا ماشي الكلام اذا انت فكيت الجنكشن اه فكيت الجنكشن انما هل فكيت الباير ما فكيتش طبعا بقى لما الاوضه دي فاضيه فهناخد ايه حابه ابني البيت اللي تحت دول لما كان عاملين انتجيشن في الوقت ده طبعا معاك انت هتحركوا ضغطوا ايه بقى هنا اسمه سباك ايه مين اللي شغل الجهاز؟ مين اللي مظبط اصلا كل شيء؟ ماشي كده؟ طيب احنا قلنا الكلام بتاع الباير فاضل بس كلام مظبوط. انما هنركز معايا بقى. السين اسمها ايه بقى؟ اه كده. السين اسمها ايه؟ برايم سوليد. برايم تركيبها كام؟ دلوقتي 46 سامعيني؟ تمام؟ مش معايا. هيتك كلمة المفروض انا ده اللي انا عايز اتصل في زيتها برايمري ساينس 46 دي انما في اول يوم او اثنين لان ال 22 يوم السن دي كان لسه حالا سمارت بوني طيب بي 46 لسه وترقي دلوقتي بقت في مكان برايمري ساينس بس لسه ما فيهاش معدلات البرايمري ساينس بقت في مكان دلوقتي في خلال يوم او اثنين انت بقى ضابطها بص ده 46 خلاص يعني ماشي انا بمثلها بايه؟ هو في المفروض دي طبعا يعني انا مدير مكتب بتاع المحافظ والمحافظ مش لاي سبب قالوا لي انت اللي بتاع المحافظ انا كنت مدير مكتب بتاعه والمكتب حلو وحاجه كبيره وفاضيه وانت تدخلوا هقول لهم لا انا ما اعرفش المحافظ بيعمل ايه لا روح قاعد جوه وترسح وحي في اليمين واستلمت الشغل تمام؟ كنت اقول كده زي الفل اهو خلاص خلاص يعني قاعد هو بيعمل ايه المحافظ؟ واحد معاك عامل حاجه تطبيق بتاخد المكان قالوا لها اطلعي جت ستون سؤال قالوا لي يعني هتسحب فوق خليها بره بالظبط خلي المكان بره ايه؟ صحيح بعد ما تقعد مستقر في المكان بره ايه؟ صحيح تقعد بقى لسه بره 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 إذا البرايمري سايت في أول يوم أو اثنين بتبقى لسه سنين، لكن بعد كده بتبقى إيه؟ أنا لو عايز ألخصها في ذهنك لما أجي في السيتي أقول لك برايمري سايت تركيبها كام؟ مش بتنظر هو دي اسمها برايمري سايت المحافظ المحافظ على شغله مش لسه هيتعلم فأنا بقول لك دي اسمها برايمري سايت تقول لي هي خلاص 46 دي هي مؤهلاتها كده بتبقى 46 دي أه أول يوم ده اكسبشن معلش أول يوم بتبقى 46 لسه في الأول ماشي الكلام فعشان كده دلوقتي احنا هناخد 22 يوم ليه؟ ساعتها لما تبقى تشوف التسجيل ان شاء الله كان انا قلت ساعتها دي واحده هزودها احنا بنعمل ده ابلكيشن اصلا. ليه هتاخد 22 طبعا هم كلهم مطلعين عشان كلهم مطلعين اصلا. حضرتك في 22 يوم اللي احنا بنعمل ايه 22 يوم؟ اولا تعمل ابلكيشن اصلا هي اصلا مش في طبيعتها هي بتبقى 46 اس في الاول. فتعمل كده الابلكيشن تبقى 46 دي وبعد كده نعمل باك كروس وجروب مقياس بقى بنعمل السيتوبلازم بنكبره فعشان كده محتاجه 22 يوم. ماشي يا جماعه طب لسه من وظيفه الستون انا قلت لسه الوظائف الجايه المهمه اول واحده فيهم اول وظيفه منهم المحافظ الباقي اللي هتكلم عليهم ما بتستفزوش عشان اسمعها تاني. الناس في الوصول بصه كده خلاص انت لو ممكن اسمعها تاني انا ما بس رجع ماشي المهم بس بص يا جماعه غير كده يعني ايه؟ يعني احنا قلنا مع الوظائف في ستيت ورك وريجوليشن ثم لما ثلاثه كامل بروسس ازاي؟ وتاكل الريزيك موجود على سايت بتاعنا ماشي في وظائف ثانيه؟ اه بيقول لك احنا قلنا عشان نعمل جوه هي ستيمي وجينيس بالذات كويس محتاج لوكا هاي كونسلتيشن وتيستو ما يقبل هذا اللوكا هاي كونسلتيشن نمرة واحد بروسس نمرة اثنين ان السيري عماله تبني جوه هنا في الجروب هنا بروتين اسمه ايه البروتين ده؟ اندروجين بايندنج بروتين اسمه ايه؟ اسمه اندروجين بايندنج بروتين ده بيعمل ايه؟ يمسك التستوستيرون جوه في الجروب هنا هيمسك التستوستيرون جوه فين؟ في
يوم ماشي معاك. فيزود لك الكونسنتريشن جوه تسمع تسمع كتير بس احنا عايزين جوه هي اللي بقى ماشي معاك. عشان ايه ايه اللي ضمن دوك ان باي كونسنتريشن في الظروف اليوم حاجتين بلاد ديستنس فاليير ثانيا اندر ديفايند ايه مين افرازه بالسيمي. وده حد في بعض الناس يقول لك الاستكمالات بتاعها مش كفيله لان انا احتاج البروتين جوه اللي هو اندر ديفايند ايه بروتين. طبعا مش في كميه يعني مفيش كميه رقم لازم كميه للزباين بس لازم ايه احنا مش عارفينه دلوقتي ماشي يا جماعه. طيب في وظائف ثانيه في وظائف ثانيه السير دي مين مش شغال خلاص السير مين مش شغال سيتوري سير اف اس اتش اللي هي هو يعني معلش ونعمل البروفايل اللي فوق في البيتوتا يبقى عليه هو اوكي ستيس كارو معاك في كارو اي سي اتش اف اس اتش جميع حاجه بتاعته كلها جميله على ايه طلع منها تستوستيرون يعني الدم اللي في دماغه ماشي طب انا اسمع ايه الدم الستوري دي هي اللي بتجيلها في الموضوع. بمعنى ايه؟ احنا كنا بنعمل اسبان بس هنا اخر تخش تروح تطلع بره الاسطول في الجينيسيس. فانا لما كستوري اعمل اسبرماتوجينيسيس والاقي لسه الاسبان بس حتى هنا ما مشيتش. ده معناه ايه؟ ان احنا بنحاول نزقهم للمايويد بس مفيش مجال ان احنا نزقهم، الجينيس مليان. طب خلاص بقى كفايه كده؟ انا اطلع من الاسبرماتوجينيسيس بقى ولا اقول لك هجيب الفتيات وخلاص. كان استهلكه مصر احنا مش عارفين نستهلكه. بقى تلاقي الستوري سبح مطلعه على السير اللي شغالها فوق طلعها هرمون السوري كبير. تبقى لها مش عايزين كده خلاص كده مش عايزين اف اس اتش مش هعرف اعمل سبرمنتس تاني بالراحه ده انا عندي خاص معايا معاك. فمين الوقت اف اس اتش؟ تاني كده انا كستوري عمال اعمل سبرمنتس بيجيب من فوق هرمون السوري اس اتش يقول اعملي سبرمنتس اعملي سبرمنتس تعالى عمال اعمل سبرمنتس ده بالسبرمنتس ما بيشوش لسه قدامي مش عارف فوق مفيش مكان فالدنيا ساعة فمش عايز اعمل كفايه كده في الرد جايز ما فيش بيرنس بورد فانا وقف فرفعت الرسائل تبع ايه؟ ان مين يا جراند بروف بطل يبعت لي اف اس اتش وانا هفضل ابعت لك فين؟ مين طول ما انا مش عايز اف اس اتش لما بطل ابعت لك ان مين؟ يبعت لي اف اس اتش معايا معايا؟ فانا بعمل بين ان مين ده انيميشن ايه؟ اف اس اتش ايه جراند بروف؟ فانا عندي هرمونين وجراند بروف تسليم اي سي اس اتش اف اس اتش اي سي سي اتش مين بيعملوا انيميشن للسوسيوس شخصيه الناتج بتاعه اف اس اتش مين بيعملوا انيميشن انجلين هرمون فروم سيتوري ماشي يا جماعه. اخر حاجه او اخر حاجه اكتر من السيتوري اثناء البيولوجي اما بتعمل ماشي بيتعمل ايه بتاع مين بنطلع حاجه اسمها موديل انهيبيتنج فاكتور السيتوري تفهم حاجه اسمها ايه ساعتها حاجه اسمها موديل انهيبيتنج فاكتور ليه يقول لك يبقى في اثناء البيولوجي حاجه اسمها موديل دوت سيستم في الاول شخص الام المعروف محتمل يعمل او في مين عارف في الاثنين دوت سيستم موجودين وبداوا يموتوا البوليريا دوت سيستم ده هو اللي لو بقى ديفلوب خلاص هي في الرؤيه تبقى احنا مش عايزين انا دلوقتي احنا بنعمل تيست دي ستوري خلاص خدت قرار هي ستوري فبيطلع هو يا جماعه انا سيتوتانين البوليريا وقف البوليريا دوت سيستم لو كان ناوي يعمل في مين جين انت وقف مش انا مش هشتغل انت مش هتكمل احنا هنكمل بمين دوت ايه معايا معايا طلع حاجه اسمها ايه؟ موليريا اللي هي بتيجي فاكتور ده اثناء مين؟ اثناء البريولوجي وظائف السيتوري لو سمحت. هي الجامعه كلها. رجليه عارف لو في حاجه جت ضرب دي كل ده راس. معانا مهم السيتوري سيل. بتعمل ايه؟ ما عرفش تجيب ظروف. ريجيليشن. بترمي جوه الاستمرار. بيعمل في هايبر دي في كونسنتريشن اوف اكتر لاينز تعمل ايه كمان؟ بتعمل ريجوليشن تاخد الريسيفر كويس وبعدين تعمل مونتي تعمل اسيد بلس ديسبيريا معلش سامعني فين عشان خاطر ما بين سيجنال
ماشي؟ احنا كده خلصنا الاكسس. اللي عايز يبقى الدرافت دوت سيستم راجع مع بعض في على حاجه اسمها ان دوت ستيكولر دوت سيستم ولا في صوره تمام مش عارف صح انا Thank you.
بص ده ماشي اللي تحت المستند يسرى ترانزيشن من ترينس يسرى تبقى سوس سفاره كورونا او سفاره كورونا والبيوري برضه نفس الكلام سوس سفاره كورونا او سفاره كورونا الا تاني كده الفصل ازاي المستند يسرى كونتينيشن للبلادر فالفرازه دي بقى ترانزيشن من ترينس يسرى وبيوري يسرى الاثنين زي بعض الاثنين ممكن تبقى عليهم سفاره كورونا او سوبر سكرا ده صح ده صح بعد كده هنقول ان ده في الاخر سكرا اصلا ايه ماشي يا جماعه ده ضغط سيستم بسرعه نيجي للاكسسوار جانس المعلومات الخطيره اللي عايزها الاكسسوار جانس اللي عندي ثلاثه واحد اسمه خالد ويرسل جانس ده صغيره مش عارف ايه بابو يرسل جانس دي فيها ميزه واحده دي انا عايز فيها حاجه واحده البابو يرسل جانس الصغيره اللي مش شاب عليها ماشي يا جماعه دي اعلى جوه البنيه يعني جاب التمريره بس بس الضغط بتاعتها ما بتفتحش من البيت بينزل تحت وتفتح مع الجزء التحتاني من الرسم اللي اسمه النار ماشي يا جماعه يعني هي نفسها اعلى من التمرين مال نفسها لكن الضغط بتاعتها ما بتفتحش من البيت تنزل تفتح في النار ماشي يا جماعه تفرز ايه بقى برضه الشكل ده تفرز النص تفرز الضغط تفرزه امتى؟ جاستن فور جاكوليشن قبل ما الجاكوليشن على طول لما يسرع عندك ربنا بيبطل الجلوكوز الاول بطاقه الفوق عشان لما تيجي الإيجاب اللي تطلع بسرعته ده ما يعوضش الإنسولين. معايا يا جماعة؟ فالمهم دي اسمها برضه يوريسترا جلاند. بعد كده عندي اثنين جلاند تانيين بقى اللي هما سيمينال فيزيكال والبوست. سيمينال فيزيكال بتطلع حاجة اسمها سيمينال سكريشن. البوست البوستات سكريشن. مقاومات ومين؟ مقاومة من الاثنين. السيمينال سكريشن ايه؟ بيطلع. بطلع من السيمينال فيزيكال. يبقى لهم ايه؟ أصل. بيحتوي على حاجات تساعد أو تحافظ على حياة الإنسولين بره الجسم. فراكتوز عشان يعني. بروستا جلاند في النشاط اذكر بالكاسل عشان ما تدوش بقى ايه ثلاث حاجات موجودين بروستا سكر عشان ايه ثاني بروستا جلاند في النشاط ايه كمان اذكر بالكاسل عشان ما تدوش ايه ماشي يا جماعه لا هو كان ده يعني كان سكر مش عارف ده كان بقى يعني ايه بقى بروستا جلاند واذكر بالكاسل هما ليهم نفس الحاجه يبقى بيحسن الميتابوليزم يعني ايه؟ يعني يستهلك الفركتوز وما يطلعش ميثيل فركتوز. اقلل الجلوكوز ايه؟ فركتوز ما بيموتش بسرعه. فاهمين ازاي؟ بحسن الميتابوليزم هدفه الرئيسي تحسين ايه؟ الميتابوليزم. بزود الدريك بتاع الاسبان. بحسن استهلاك الفركتوز ده بدل ما اطلع ميثيل فركتوز كتير حوالين الاسبان ده هيموت. لا ميثيل فركتوز بقى ايه؟ قليله. ماشي الكلام؟ فهم بيحسنوا بس الميتابوليزم بتاع الفركتوز ان انا ما استهلكه فلما بيتبرد بيسيل عن اليسر فاول حاجه الراجل بيشتكي بدري
تشتغل ايه وهنا اللي بتمشي معانا معنى في اي واحده اللي هو سيلاي اللي لو بتكسر عادي معايا واحد من السيل ماشي الكلام. طب الكانسر بروستيت ده لو خطير الوحش بيحصل في بليس ورقه اولانيه وده بيزود الخطوره. ليه بقى؟ لان هو مش هيشتكي من حاجه الراجل ما عندوش هنا ريتنشن. ما انا بليس ورقه مين عشان بريس ومفيش انا ايه لسه شغال وفي نفس الوقت انا بليس فحواليا بقى استراكشر في اخرى عامل فيها انيميشن مشروط عين الكانسر في انيميشن فبدا السيلز موجوده على الاسماء الخارجيه البريفرال هم دول فيهم الكانسر فيعملوا سبريد يعملوا انفيجن للحاجات اللي حواليهم بروستيت وراها ريكتم وانا انتوني كانت بروستيت وراها مين على طول الريكتم فانا هطلع من البروستيت هلاقي اللي انت داخله في الريكتم الريكتم مليان بروبيس انش الدم خلاص كده عملت سبريد الدم دلوقتي فالمراحل دي المراحل بقى البروستيت ما فيش كانسر بروستيت ما فيش ماشي يا جماعه هو بيحصل المفروض في سن كبير بس ايه اللي بيعدي بسموكر كانسر بروستيت بسرعه على السموكر؟ السموكر بالذات اي حد سموكر هيجيله كانسر بروستيت عن هيجيله كانسر بروستيت. انت بقى الله يكرم ظروف حصل درجه السموكر اللي بتاعه بقى بيدخل قد ايه؟ ماشي يا جماعه انا شفت حالات الهبل كلهم بيجمعوا شيء واحد سموكر معانا معانا كلهم سموكر ولما وصل البروستيت هو عشان يشتكي من كانسر بروستيت بيشتكي من واحد يوصل في محمد اخر وحتى لو وصل محمد اخر ده مش هيحاول ماشي؟ يعني ايه الناس تاخد بالك بطل اللي سموكينج بطل سموكينج يا سبحان الله ماشي؟ ده مؤكد سمعت